اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه. زي ما قلنا لحضراتكم قبل الفاصل ان دلوقتي هيكون موعدنا مع احد المترشحين للبرلمان القادم، من المفترض ان هو باذن الله ربما يكون نائب من ضمن نواب هذا البرلمان القادم. بقالنا فتره بنقول محتاجين شباب يبقى موجود في الصوره، سواء بقى تحت قبه البرلمان او في السلطه التنفيذيه. خلونا نتكلم مع الشباب ونرحب بيه، وهو الأستاذ محمد رمضان سيد أحمد عمارة، وعارف مرشح نفسك عن دائرة العمرانية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. وخليني أكرر مرة أخرى أن أنا ما بقول الشباب لأن حضرتك عمرك 32 سنة. تمام. يعني إذا مرحلة الشباب بكل ما فيها وأفكار الشباب، وده اللي احنا عايزين نعرفه من حضرتك الليلة بإذن الله. لكن قبل ما نتكلم عايزين نتعرف عليك بشكل مفصل أكتر، واعتقد ان احنا كمان معانا سي في ممكن ان احنا نعرضه بعد كده نرجع لك ان شاء الله. تشرف. محمد رمضان سيد احمد عمارة وشهرته محمد عمارة، ولد بمحافظة الجيزة في اوائل الثمانينات، ودرس في مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، وتخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة. دعم حياته العملية بالدراسة العلمية، فحصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، واستكمل دراسة إدارة الأعمال بجامعة عين شمس للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال. شغل عدة مناصب أهمها رئيس مجلس إدارة شركة الأندلس للدعاية والإعلان، ومستشار تسويقي للعديد من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات. شارك في العديد من المؤتمرات العلمية والاقتصادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وتم تكريمه في العديد من المحافل العلمية والاقتصادية. يخوض سباق الترشح كعضو لمجلس النواب عن دائرة العمرانية برقم انتخابي 9 ورمز انتخابي التمساح. اختار شعارا لحملته يعبر عن شخصيته المتفائلة، وهو الأمل شباب العمرانية. يؤمن بدور المرأة في المجتمع وبأهمية العمل الجماعي والاستفادة من الخبرات السابقة، ويؤمن جدا بدور الشباب. نرحب بضيفنا الكريم مرة تانية، وهو الأستاذ محمد رمضان سيد أحمد عمارة. احنا شفنا تقرير سريع كده عنك، لكن عايزين نعرفك أكتر. شاب 32 سنة عايز يبقى نائب في البرلمان، ليه؟ أولا هي موضوع بداية أعرف نفسي لحضراتكم، أنا اسم محمد رمضان سيد أحمد عمارة، متربي في حي العمرانية وأفتخر بذلك. دخلت مدرسة السعادية وتخرجت منها، وكانت من هنا تكوين شخصيتي. اشتغلت من وانا في ثانوية عامة قبل ما اخش الجامعة. دخلت الجامعة اتخرجت منها، اشتغلت شوية. بداية كنت اشتغلت في شركة مقاولات كملاحظ عمال، بعد كده اشتغلت تنفيذي تسويق في العديد من الشركات. بعد كده جت من هنا فكرة الاستقلال بالذات، اللي انا ازاي استقل بذاتي. ففتحت شركة صغننة كانت على قدي في البداية، بعد كده ربنا كرمني وبقت شركة كبيرة. ده كان بسبب الترشح. الأمل، الناس عندنا يعني احنا ما بنقعد مع بعض كشباب، الناس عندنا فقدت الأمل خالص في الحياة، وخصوصا الشباب. فعشان كده انا محدد الفئة اللي انا مستهدفها، الأمل شباب العمراني. استنادا بقى للحياة العملية، بدأت في تطوير الذات. دوري مش هيقف بس اللي انا اشتغله بس، دوري اللي انا اوعي الناس، انمي قدراتهم وسماتهم العقلانيه. فدرست حصلت على درجه الماجستير، ثم استكملت بعد كده حصول على درجه الدكتوراه في جامعه عين شمس، واصبحت بعد كده محاضر للتنميه البشريه. ليه بقى رشحت نفسك انت بالذات؟ لان الناس محتاجه كتير قوي. الناس زهقت من الوعود المرسله، من الكلام والوعود المرسله كده ومفيش تطبيق على ارض الواقع. الناس زهقت من الانانيه. الناس شايفين العضو البرلماني ده انسان اناني. احنا غيرنا الموضوع ده. فكان قبل ما اترشح لازم اول حاجه ارجع الثقه دي بيني وبينه. اقول له خد بالك،
انا حاطط لك اليات مراقبه عليا انا شخصيا. ايه هي بقى؟ ايه هي؟ طبعا احنا مؤمنين جدا بدور الميديا. فكان جات لي فكره بسيطه كده، اللي انا اعمل شبكه تلفزيونيه صغيره على الانترنت اسمها عمرانيه اونلاين. دي بيتعمل بيها بس كل شهر بطلع بقول بس انا عملت ايه. في خلال الشهر ده خد بالك انا ناقشت كذا، طلب كذا، عملت احاطه بكذا، الطلب الفلاني اترفض عشان كذا. وفي نفس الوقت يبقى يتعمل مونيتورنج او تكثيف على المشاكل بتاعه الدايره نفسها. يعني يبقى المراسل بتاعها اللي عنده مشكله هو وهو اللي يبقى من اهالي العمرانيه يكتبها، مش يكتبها او يبعتها لك، يبثها. القناه دي هتبقى متصله بغرفه عمليات المحافظه. مع طبعا بعد استكمال بقى المنظومه كامله وظهور المحليات، فانت كده اصبح دلوقتي عندك اليات تنفيذ قويه، عندك برلمان، عندك عضو برلماني شاب، عندك في نفس الوقت محليات شغاله معاك، عندك محافظه مديك الدعم. وبالفعل احنا اتكلمنا مع الناس هناك وطرحنا عليهم الفكره وكانوا مرحبين جدا بالفكره. مع الناس اللي في المحافظه ولا مع الناس اللي في العمرانيه يعني؟ لا، مع التنفيذيين بتوع غرفه عمليات المحافظه. يعني احنا قال لك حاجه زي كده، طبعا احنا يعني اللي انتوا تبقوا فكر جديد وجيل جديد يشتغل احنا هندعمكم. طيب اكيد يعني في اماكن كتيره في مصر في مشكلات متعدده ومشكلات مختلفه، وده دايما اللي بيخلينا نقول ايه، انتخب نائب البرلمان مش انه يبقى نائب خدمات، ان هو يبقى نائب يستطيع ان هو يصلح، مش يصلح بس للمكان اللي انتخبه لكن يصلح بشكل عام في مصر. حاجه مثلا زي القطاع الصحي، تصورك او توقعاتك لانك تطالب بايه او تعمل ايه حاجه كالقطاع الصحي؟ انا كتوقعات كشاب عمل من صغره وشاف في خلال المراحل العمريه ان دور الحكومه مقتصر على ان انا اخد الموازنه واوزعها بس. وفي نفس الوقت هل توزيع بقى الحكومه، هل توزيع الموازنه ده انت كشاب ال 3% اللي بتتوزع دي كشف النفقات بيها، انت عاوز بقى تعرف بقى بدايه من فوق لحد تحت، فلاقينا نفسنا هنخش في دايره برضو نفس الدوائر اللي احنا فيها والمواطن في الاخر مش هيستفاد. فجت لي فكره بسيطه كده، مسح، عملنا مسح بسيط جدا للقطاع الحكومي. القطاع الحكومي زي ما حضرتك عارفه في حوالي اكتر من 7 مليون فرد. فدلوقتي 7 مليون فرد دول في التامين الصحي، حضرتك بتخش تدفع كام في تذكره التامين الصحي؟ بدفع 2 جنيه او 2 جنيه ونص، ودلوقتي غلوها ل 5 جنيه. طيب بتخش يعني تستفاد؟ قال لك لا، بروح اتعالج بره. طيب انا دلوقتي حضرتك بتروح تعالج بره بكام؟ بدفع مبلغ وقدره مثلا من 100 ل 150 جنيه حسب الدكتور. طب لو انا خدت منك 50 جنيه كل شهر، ده كويس؟ طب ال 50 جنيه بقى كل شهر دي هتجمع لي كام؟ هتجمع لي حوالي 35 مليون جنيه كل شهر. بس هو كل واحد قادر ان هو يدفع 50 جنيه كل شهر؟ هي برضه في ناس ما هي متوسط حضرتك؟ متوسطات. كل واحد على حسب مرتبه او دخله الشهري. كل واحد الشهري. على حسب ده. يعني مش معقوله واحد 1200 جنيه اجي اقول له 1000 هات لي 50 جنيه، ومش معقوله واحد مثلا 10000 جنيه او 7000 جنيه تقول له 50 جنيه. هات 50 جنيه. فهي تبقى متوسطات، دي هيتم دراستها بعد كده عن طريق خبراء وناس شغاله معانا. احنا تيم، برغم ان احنا مستقلين بس عندنا ميزه الحزب. مين احنا بقى؟ احنا كشباب. احنا كشباب، يعني من ضمن الشباب مثلا اللي فعلا يعني حضرتك وزمايل ليك بدأتوا تعملوا كده نوع من انواع المسح للمشاكل المختلفه، الناس بتطمح في ايه، عايزه ايه، وبدأتوا تفكروا في حلولها. بالفعل كده. ومعنا يعني احنا كشباب في جروب محترم جدا كمان اتعرفت عليه في اثناء دراستي للدكتوراه في جامعه عين شمس. الجروب ده فيه افكار وفيه تطلعات غير عاديه. وغير كده وكده الدكاتره اللي تتلمست على ايديهم في عين شمس، يعني مثلا واخص بالذكر دكتور عمرو عبد البر، وكان استاذي، راجل من الناس اللي عرفك ازاي تحل المشكله، ازاي اساسا تحل المشكله. فده اللي احنا تبنيناه، وافكر واشوف الافتراضات بتاعت اللي انا عملتها دي نافعه ولا مش نافعه. فبالفعل جات لنا فكره التامين الصحي دي من خلال المشاركات بتاعت المجتمع بتاع بره. انا دلوقتي هجمع 350 مثلا مليون جنيه في 35 مليون جنيه في الشهر في السنه بمبلغ. انا المبلغ ده اجي على شركه التامين، نفس فكره العربيات. هو هل ثمن العربيه حضرتك 3000 جنيه؟
يعني او 4000 جنيه القيمه التامينيه بتاعته؟ لا اكيد لا، او في ناس كمان بتامنه وما بتستعملش التامين خالص وتبقى فلوس راحت وبس. فهي دي، هي دي بالظبط الفكره. انا حضرتك بعد ما اجمع المبلغ ده استثمره، يا شركه يا تامين، شركه تامين مصر، مصر تامين، شركه كله مشروع مصري. يعني احنا عاوزين نعمل حاجه مصر، يعني احنا مننا فينا. فتعالي بعد كده يا شركه التامين استثمري بعد اذنك المبلغ ده، حسنيه قطاع الصحه. حضرتك هتروحي فين؟ حضرتك مثلا هتروحي على منطقه كذا ناقصه مستشفى، تعالي. واحنا عندنا في العمرانيه، تخيلي حضرتك ان منطقه الكثافه السكانيه بتاعتها الحي كله باكمله 800000 وكسور، وحي العمرانيه فقط 430000 مواطن ما عندهمش مستشفى تخدمهم. ما فيش الا المستشفى بس بتاعت ام المصريين اللي بتخدم من قطاع المنيب الى قطاع الحدود او مشارف امبابه. كل المنطقه الجغرافيه دي بتخدمها ام المصريين فقط لا غير. ما عندناش الا مستشفى الصدر، هي بس اللي بتخدم المنطقه دي وبتخدمها في الامراض الصدريه، وطبعا دي ما تنفعش طبعا يتحط جنبها مستشفى عشان العدوى. بس فده كانت نظرتنا لقطاع التحسين الصحي. الاكتفاء الذاتي، البرنامج كله قائم على الاكتفاء الذاتي. طب الاكتفاء الذاتي ده مثلا بالنسبه للصحه، خلينا نتكلم على التعليم. مشاكل التعليم اصلا في العمرانيه عباره عن ايه؟ وفكرت في حلولها ازاي؟ مشاكل التعليم في العمرانيه، اولا انت حضرتك هي مش في العمرانيه بس، هي في مصر كلها. لان بالتبعيه كده يعني لو المنظومه صحيحه يبقى اصغر مدرسه في اصغر كفر في مصر هيبقى كويس. لكن احنا عندنا مشكله في التعليم من قديم الازل. فاحنا مثلا عندنا في العمرانيه المدارس شانها شان زي ما قلت لحضرتك في جمهوريه مصر العربيه، المدرسه جنبها مقلب زباله، المدرسه ما فيهاش ميه، المدرسه ما فيهاش الخدمات الكافيه للطالب، المدرسه القوه الاستيعابيه بتاعت الفصل كبيره. المشكله دي مش مشكله العمرانيه بس، عشان كده دي مشكله قوميه. لازم نحلها. تتحل من فين؟ من فوق، من المنظومه من فوق. ازاي احلها؟ هل انا ادعم يعني أو ادعم قطاع التعليم بتزويد ازود الموازنه، ولا هل مثلا عن طريق المشاركه المجتمعيه بتاعه المدارس القطاع الخاص، ولا هل شو دي لسه بنشوف ازاي المنظومه دي. بس احنا كفريق عمل بالنسبه للتعليم عاوزين الاول نرسخ مبادئ ان التعليم هيبتدي يتصلح، وممكن حضرتك تستغربي من الموضوع ده، اما يبقى مدرس هو اللي بقى وزير التربيه والتعليم، بس مدرس معد طبعا في مراكز اعداد القاده، واخد دورات تدريبيه، واحد واخدها يعني تم ترقيته من تحت زي ما بيقولوا كده الى تقلد المنصب. فانا دي وجهه نظري احنا والفريق. نعم. طيب احنا المفروض دلوقتي نخرج لفاصل، لكن خليني اقول كده سؤال وهنجاوب عليه بعد الفاصل. اي حد بيسمع يقول طيب واحد عنده 32 سنة، الدعاية الانتخابية لوحدها بتكلف حوالي 500000 جنيه، ده سقف الدعاية الانتخابية. طب انت مستفيد ايه من انك تدفع فلوس دعاية انتخابية وكمان بعد كده تبقى قاعد تفكر وتروح هنا وهنا 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 وهنا؟ ايه الاستفادة اللي بتعود عليك؟ ده من ضمن الأسئلة اللي دايما بتيجي في الأذهان. ده بيتسألنا كتير في الشوارع. طيب نخرج لفاصل ونرجع بعد كده نجاوب على السؤال ده وأسئلة تانية. اوكي. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه. قبل الفاصل توقفنا مع ضيفنا الكريم عند سؤال يمكن بيجي في اذهان ناس كتير جدا مننا، النائب او المترشح لان هو يكون نائب في البرلمان، الدعايه لوحدها بتكلفه حوالي 500000 جنيه او ده السقف، نص مليون جنيه ده السقف يعني احنا بنتكلم برضو على ان هو مبلغ مش بسيط خالص يعني. طيب هدفع فلوس وبعد كده هبقى رايح جاي واشوف مشاكل الناس ومتفرغ للناس قصاد ايه؟ سؤال جميل جدا. هقول لحضرتك الاول، هو مبدئيا هو السقف للمصاريف الدعائيه زي ما حضرتك قلتي تفضلتي قلتي هو 500000 جنيه. ده اللي احنا نزلنا بيه. انا ازاي انا طبعا المبلغ ده مبلغ كبير جدا. ماشي. انا كشاب هيبقى مبلغ عليا كبير جدا، ممكن يكون لرجال اعمال الكبار ماشي، ممكن يكون المبلغ ده بسيط وبالنسبه لشباب تانيين ده حلم عمره ما هيوصل له. ده حلم ال 500000 يعني يقول لك انت ممكن تجوز 6 شبان بيه او 7 شبان بيه. ماشي. احنا كان التركيز الدعائي بتاعنا باسلوب جديد ان انت الاتصال المباشر مع الناس.
يعني انزل يعني انزل اشرح لك البرنامج بتاعي اللي انا اساسا هو ده سلاحي. يعني بدل ما تقعد تعمل اعلانات بقى وبانرز وفلايرز وكل ادوات الدعايه دي، بدل ما انت بتعمل كده انت بنفسك اللي رايح. عملنا بدل ما صورتك هي اللي تروح. عملنا طبعا الموضوع ده. بس حضرتك على حاجه، انت بتحدد الفئه المستهدفه منك. يعني احنا في علم التسويق يقول لك ايه، اي مشروع ناجح بيقوم على احتياجات السوق ليه. فانت عشان انت كمرشح في التسويق السياسي، انت كمرشح، انت كمنتج سياسي لازم تعرف الاول الفئه المستهدفه بتاعتك. طيب فاحنا الفئه المستهدفه بتاعتنا هي دي اللي ركزنا عندها الدعايه اللي احنا نازلين عشانها. الفئه اللي زي ما بيقولوا كده اللي هي المستريحه ماديا شويه، كنا بنذكر نفسنا بطرق دعائيه تتناسب معاهم. لكن الفئه اللي هي المستهدفه اللي احنا فعلا نازلين عشانها عشان نخدمها، هي دي اللي ركزنا عندها اللافتات الاعلانيه. وكان الهدف الرئيسي هو الاقناع، عشان انت شاب. يعني برضو الناس مهما كان يعني بتشوف في عضو مجلس الشعب لازم تكون انت هيبة وتعرف تتكلم، فالحاجات دي كلها احنا كنا مفتقدينها. فاحنا اتفتح الباب زي بعد 2011 اللي انت الشباب، لا الشباب يا جماعة خدوا بالكم ان في الشباب في مصر زينا زي العالم. ماشي. فاحنا كانت فكرة الاتصال المباشر هي ده السلاح بتاعنا في الانتخابات، اللي انا انزل على كل قهوة، كل شارع، اعمل مسح مبدئي كده بيني وبين نفسي كده. انزل مع، هقول لحضرتك على حاجة، يعني انا افتكرت في فكرة بسيطة كده، كنت بخصص كل يوم من وقتي حوالي 3 ساعات. الثلاث ساعات دي كنت بنزل اركب في المواصلات العامة، تكاسي، ميكروباصات، تكاتك. ده قبل ما يبقى اصلا في وقت الدعايه الانتخابيه، ده في الحياه العاديه يعني كنت بتتواصل كده فتره الدعايه الانتخابيه؟ ما دي لا، ده من اسلوب، لا مش قبل كده. فتره الدعايه الانتخابيه 3 ساعات كل يوم بلف بيهم. ليه؟ لان حضرتك اقول لك حاجه، بتركز على الرؤوس تملي، لان مثلا سواء التاكسي ده بيتردد عليه مثلا في اليوم اكثر من 100-150 فرد، فلو هو اقتنع بيا يبقى 150 فرد اقتنعوا بيا يوم. هيبقى بيكلم مع الناس، بس يبقى هو انا احب يعني اللي هو التسويق الهرمي، يبقى انا كده حققت ان هو الراجل ده اقتنع بيه فبيسوق لي فوفر لي فلوس كتير قوي. عكس الناس التانية، احنا عندنا في الدائره المال السياسي لعب دور كبير جدا. ماشي. المصاريف باهظه، فمن هنا انا حسيت ان اللي انا مترشح عشانه بيستفز. اسمها الدعايه الاستفزازيه. فاحنا دلوقتي يعني جات لي فكره المؤتمر. لا مفيش حد من غير مؤتمر. طب يعني ده عرف كده، المؤتمرات الانتخابيه ده شيء معروف. ده لازم كده بتجمع الناس بتعمل حشد والمؤتمر بينجح بحشده. ماشي. انا عملت غير كده خالص. عملت ايه بقى؟ عملت ايه؟ انا جيت للناس عندي وقلت لهم حاجه، قلت لهم يا جماعه انا مش هعمل مؤتمر. بعد ما يعني طب ليه؟ انت مجنون؟ انت لسه يعني لسه اول مره تخوض، حتى ارضيتك مش قويه؟ قلت لهم لا ارضيتي قويه. الناس اللي انا نزلت وصدقوا محمد عماره الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى مديني الارضيه ان انا ما اعملش مؤتمر. طب هتعمل ايه؟ قلت لهم بفلوس المؤتمر البسيط اللي احنا هنعمله اتبرعوا بيه كله للناس، للاطفال. ودي كانت فكره كويسه، الفيدباك بتاعها او المردود العكسي بتاعها كان كويس جدا. بس انت بتكلمني على ان حاولت انك توفر وتقتصد بقدر الامكان. الموضوع مش بس متعلق بالدعايه الانتخابيه، الموضوع كمان بان عندك شركتك زي ما انا عرفت في البدايه، جلسات مجلس الشعب او جلسات مجلس النواب عموما طبيعي ان هي برضو بتاخد وقت، عشان تبقى تفكيرك جزء كبير منه في خدمه المجتمع ده برضو بياخد وقت. يبقى برضو طب انت هتستفيد ايه من ده؟ اول حاجه هستفيد اللي انت نفس الرد بتاع حضرتك، اللي انا استفدت ايه ما درست. يعني اي حد تاني كان اصحابي واصدقائي بيقعدوا يقولوا لي انت بتدرس ليه؟ انت خلاص يا عم، انت ربنا كرمك وعندك دراسات عليا يعني. يعني بيتكمل، احنا بصدقنا خلص. وهقول لحضرتك ولا اخفى عليك السر ولا اخفى على الساده المشاهدين، اللي انا بدات اتعلم بعد اما بدات ادرس اللي هي مرحله الدراسات العليا. بالفعل. ماشي. لان ممكن اكون انا كنت بشتغل في فترة الجامعة فما كنتش برضو بدي للمذاكرة حقها شوية. نفس المنطلق ده انا عاوز افيد الناس. انا نفسي امنية حياتي اللي انا يبقى ربنا كده يكرمني ان انا اسيب حاجة بصمة كويسة في حياتي ليا ولاولادي. هكذا مجلس الشعب. مجلس النواب احنا كجماعة كل مرشح بيجي يقول على المجتمعات القبلية، المجتمعات العائلية.
بيجي حضرتك عشان يجامل ده ويرد الجميل لده. احنا كان غير كده خالص، احنا عاوزين ناس مننا فينا، عاوزين ناس تخدم الناس، وفي نفس الوقت يعني احنا حاطين شعار التنمية البشرية بتاعتنا تنمية الناس بالناس وللناس. اه ماشي، احنا ده، عشان كده حاطين برنامج زي ما قلت لحضرتك، الاداة التنفيذية بتاعتي هي البرنامج الانتخابي بتاعي. طيب الناس كانت بتستقبل فكرة الشاب ازاي؟ يعني زي ما حضرتك قلت كده فعلا، يعني في ستيريوتايب كده او صوره نمطيه عند ناس كتير ان المسؤول لازم يكون راجل كبير كده، ان في مجلس النواب برضه لازم يكون راجل كبير، او لو سيده برضه تبقى سيده ليست صغيره في السن. في طبعا ناس شايفه ان الشباب لازم انها تاخد فرصه كبيره، لكن في بعض الناس شايفه ان لا، عشان تتكلم عني لازم يبقى عندك خبره حياتيه تساوي 50 سنه مثلا، عشان بعد كده تبقى فاهمني، تبقى عارف مشكلات المجتمع عامله ازاي. في حد قال لك كده؟ طبعا في جوالاتك؟ طبعا. اها، وميزه دائره العمرانيه في الدوره دي بالذات ان هي يعني طرحه مش شاب واحد بس، طرحه العديد من الشباب، والاعمار ما بينهم متقاربه. ماشي، يعني دي وبنقعد مع بعض، ودي كانت لاول مره تحصل. المتنافسين بيقعدوا مع بعض وبنشوف حلول، ولو احنا نجحنا في ناس اللي ربنا ما يعني ربنا ما كرمهاش وحظها ما كانش اوفر، هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ هنشتغل. يعني اللي ينجح هيبقى اللي ما نجحش كمان بيسنده، ودي سابقه لم يعني الكبارات اللي هم مثلا العائلات الكبيره زي عائله الجرازوه او عائله المشتويه او العائلات الكبرى واللولي، الناس دول يقولوا انتوا عملتوا حاجه ما كانتش موجوده قبل كده. ان انتوا اساسا جمعتوا المرشحين وبقى في تقارب وجهات النظر للمصلحه العامه، ده ما كانش احنا ما شفناهوش قبل كده. احنا هنا بقالنا 60 سنه اول مره نشوف الحاجات دي، فمعنى ذلك ان في تغيير. الراجل الاول كان بيستقبلني ازاي؟ انا بخش بقول له انت عاوز ايه من عضو مجلس الشعب؟ اه، بيقول لك ايه بقى؟ يقول لي عاوز امن نفسي. راجل بسيط، عاوز الاقي اكل. واحد تاني يقول لي عاوز ابقى بني ادم. تخيلي حد بيقول لك كده، عاوز ابقى بني ادم. فده طبعا ده يديني الامل، اللي لا انا شغال. عشان كده احنا حطينا شعار الحمله الامل، لان احنا من غير امل هنموت. طيب مجموعه من الشباب، اذا الانفاق المالي المفروض ان هو برضو ما يبقاش بنسبه كبيره جدا، طبيعي، والا يعني مهما حاولت تنفق مش هتقدر انك تجاري بعض الناس الاخرين. المال السياسي بقى اللي شفته في مواجهتك كان عامل ازاي؟ المال السياسي شفته في مواجهتي، شفته طبعا في اليات كتيره قوي. طبعا المتعارف عليه اللي احنا مثلا ايه عارفه، اللي توزيع اللحوم، الحاجات دي كلها ماشي، لكن شراء الاصوات ده اللي حاجه مقززه جدا. انت متخيله انت بتقضي على ادميه شخص في موضوع شراء الاصوات؟ يعني بتقضي على مبادئ، يعني انت حضرتك داخل مجلس بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا هتحاسب مبدئيا، هتحاسب عن 400 الف فرد. ببتدي المجلس بشراء الاصوات، فمفروض الراجل اللي تعرف عنه اللي هو بيشتري اصوات، مفروض انت كناخب ما تدهوش. وبالفعل الناس قالت كده، قالت انا محتاجه، يعني في ناس بتقول لحضرتك كده على صراحه، انا محتاجه الفلوس دي لانهم لا يملكوا قوت يوم. قالت انا يعني هاخد الفلوس ومش هدي له صوتي. ناس كتير قابلناها وضيوف كرام كثر قالوا حتى لو بقى في رشوه انتخابيه، وحتى لو المواطن يعني ناوي ان هو يقبلها، طب حتى لو قبلتها المهم انك في الاخر تنتخب الاصلح. ما هو ده، هو ده. هقول لحضرتك على حاجه كده جميله جدا. انا كسبت الانتخابات من قبل ما اخدها، مش كسبتها ان انا هبقى في البرلمان، كسبتها بحب الناس. كسبتها بالناس صدقت محمد عمار، كسبتها بالناس اللي هي كانت عندها رفض ان هي تشارك في الانتخابات. طيب تقول ايه بقى للناس اللي كانت بتقول انا هنزل مش هنزل، لسه قاعده تشاور عقلها، احنا كده كده لسه ما ابتديناش العمليه الانتخابيه لسه، يعني بالنسبه لمصر يوم الاحد والاثنين باذن الله. تقول ايه للناس واهميه البرلمان ويختاروا ازاي من وجهه نظرك؟ هقول للي مش عاوز ينزل، هقول لحضرتك يعني انت بتخون وطنك. العمرانيه عندنا ايديولوجيات مختلفه وانتماءات سياسيه مختلفه متعدده. يعني مش هقول لك ان هي مثلا كتله بتعتمد على الاخوان بس او الاحزاب الاخرى بس، لا مختلفه. فكل ده عامل ميكس كده اللي
عامل رفض يقول لك لا انا مش نازل، انا خلاص انا مش البرلمان ده مش عايد عليا بحاجه. بقول له ده انا جاي لك وحاطط لك شعار اسمه الامل. ماشي، برنامج انتخابي، ما احنا لو ما كانش عندنا امل نموت. انت بتكون بلدك لو ما نزلتش، انت بتدي فرصه للمال السياسي واللي بيشتروا الاصوات اللي هم يكسبوا ويخشوا. واعرف كويس قوي ان اللي هيشتري صوت هو داخل عشان يجيبه من جوه. اللي هيشتري صوتي مش هعبرني بعد كده، لان هو بالفعل هو شاري صوتي، فما فيش داعي لان هو بعد كده يبقى شايف احتياجاتي ومتطلباتي عامله ازاي. بس واحنا عاملين في يمكن دي برضو حاجه من المفاجآت، ان احنا عاملين رصد لعمليه شراء الاصوات على قد ما بنقدر. على قد ما بنقدر. عموما ربنا يوفق الاصلح باذن الله. يا رب العملية الانتخابية الكل فعلا ينزل يدلي بصوته، كل واحد يبقى عارف كويس قوي هو عايز مين وليه. أهم حاجة هو عايز مين وليه. الموضوع مش بس معارف، الموضوع مش بس أقارب، الموضوع مش بس كبير المنطقة، فعشان كده كلنا هنروح ننتخبه. أهم حاجة هو هيقدم لنا إيه في المرحلة القادمة. شغل كتير المفروض إن النواب يقوموا بيه، شغل كتير في وقت قليل، وفي نفس الوقت مش بس الموضوع متعلق بالقوانين والتشريعات، لكن كمان رؤى مختلفة محتاجينها في المرحلة القادمة. مظبوط. أستاذ محمد رمضان سيد أحمد عمارة، شكرا جزيلا على حضورك. بالتوفيق بإذن الله. ومتشكر جدا على الاستضافة الجميلة دي اللي مرت مرور ترامب سريعة جدا، وفي نفس الوقت يعني أوجه كلمة بسيطة للمشاهد قبل الصمت الانتخابي. في ناس عاوزة تخدمك بجد، انزل، ما تبيعش صوتك بسلبيتك اللي انت ما تشاركش في الانتخابات. في شباب عاوزة تشتغل، محتاجة دعمك، هم أقوياء بيك، ولو تخليت عنهم يبقى انت خنتهم بإذن الله. شكرا إن شاء الله. ومشاهدينا الكرام، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. شكرا.